عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتعلم الفعل فعل أمر. الفعل أمر مثال فعل حافظ، حافظة، أنت حافظ، أنت حافظي. لا نفعل الياء، لا نقول حافظي حافظي. أنتما حافظة للمذكر وللمؤنث، أنتم حافظوا، أنتن حافظنا. ونستثني عن ضمائر الغائب، هو، هي، هما، هم، هن. لا نستطيع أن نقول أن أمره الإنسان الغائب، هو حافظ. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد.